من شهرين تقريبا طلعت مع اجتماع الصلاه بتاع كنيستنا الفيوم في وادي الريان. كانت الحقيقه مسيره وهدفها كان ان احنا نتامل في كلمه ربنا واحنا ماشيين في الصحراء، زي لما يسوع خرج في البريه لمده 40 يوم. وفي يوم من الايام بعد مشيه تقريبا ساعه ونص اكتشفت ان ما كانش معايا كل ادوات القداس، ومنها النبيت ما كانش معايا. فقلت لهم النبيت مش معايا، نعمل ايه، لازم نعمل قداس. فقررت اني ارجع جري للمعسكر بتاعنا عشان اجيب النبيت ونقدر نحتفل بالقداس. فطلعت اجري، جريت بسرعه قوي عشان مش عايز اخر الناس، وعايز الحقهم كمان لان احنا في نص الصحراء وممكن ما اشوفهمش. فرحت اخدت النبيت، وطبعا جريه طويله جدا، دي كانت ساعه ونص تقريبا. ومع ان كان عندي مشكله في ركبتي في الوقت ده ما حسيتش بالمشكله دي خالص، وانا بجري ومعايا النبيت شعرت بفرحه كبيره قوي مالت قلبي. وافتكرت انجيل يوحنا في الفصل الثاني لما العذراء مريم قالت ما عندهمش نبيت ليسوع المسيح، وقالت للخدام روحوا اعملوا كل اللي هيطلبوا منكم. فاتملى قلبي بفرحه كبيره جدا اني اكتشفت او فهمت ان انا كنت من الخدام بتوع الفرح، فرح قانا الجليل، اللي قالت لهم العذراء مريم انه يعملوا كل حاجه يسوع هيطلبها منهم. وفهمت ان هي دي خدمتي ككاهن، اني اجيب النبيت والخبز عشان يتحولوا لدم وجسد المسيح من اجل الشعب عشان يتغذوا بحياة المسيح نفسها.